يمثل جامع الحيدر خانة الذي يقع في بداية شارع الرشيد من جانب ساحة الميدان رمزية لدى معظم العراقيين، لأنه كان منطلقاً لأحداث سياسية واجتماعية عديدة، أبرزها ثورة العشرين عام 1920 ضد الاحتلال البريطاني، وهو بمثابة مركز الاحتجاجات والثورات ضد الحكومات في العهد الملكي. جامع الحيدر خانة من المساجد العريقة عظيمة البنيان، فإذا تحدثنا عن بنائه وتشييده فالصورة تكفي التي ترونها، صورة التي ترونها تكفي عن هذا العمران الطيب الشامخ. والجامع بناه داود باشا سنة 1242 هجريا، 1826 ميلاديا. وهذا الجامع يحتوي على ثلاثة أبواب، وفيه مدرسة عظيمة كبيرة اسمها مدرسة داود باشا، وهو الوزير آنذاك، الوزير داود باشا، درس فيها الكثير من العلماء. من ضمن هؤلاء العلماء الشيخ سعيد النورسي والشيخ عيسى البندليجي والشيخ محمود شكري الآلوسي. ومن أعظم خطباء هذا المسجد الشيخ محمود الشيخ عبد الفتاح والشيخ عبد الوهاب الطعمة والشيخ عبد العزيز البدري، هؤلاء من أعظم خطباء المسجد. والله أولا الأهمية التراثية، إذا تكلمنا عن هذه الأهمية التراثية فهو يعتبر من التراث الأول أو من الطراز الأول في بغداد.